بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في كورس جديد. الكورس ده يا شباب هيقتصر على عدد محدود من المتابعين، لأن كورسنا ده ليه قصة وليه شرط وليه طابع خاص، والقصة لازم المتابع يعرفها والشرط لابد من تحقيقه، والطابع الخاص حضراتكم هتكتشفوه بأنفسكم أثناء متابعة المحتوى. الموضوع يحتاج تركيز شديد لأنه مهم جدا ومتشعب وبيشترك مع أكتر من منهج. الحقيقة أن قصة الكورس ده أصلا هو أثناء متابعتنا للمحتوى ورحلتنا في البحث والتعلم، اكتشفنا اكتشافين مهمين جدا جدا جدا. أول اكتشاف هي ندرة المحتوى اللي بيتكلم عن الموضوع ده بالذات، والاكتشاف الأكثر أهمية هو كثرة الأسئلة اللي بتأتي في الامتحانات وبتتكلم فعليا عن محتوى الكورس. كورسنا يا شباب هيتناول موضوع الاجر انتربرايز جوفرنانس، واللي بيشترك مع كتير من المناهج، واشتراكه مع المناهج ده يدل فعليا على مدى اهميته وتركيزه. وعلشان نكتشف مع بعض مدى اهميه الموضوع، تعالوا نروح نشوف مكونات الكورس بتاعنا. هنتكلم على الاجر جوفرنانس. هنعرف يعني ايه هي الجوفرنس، وهنتكلم عن الشيرد ريسبونسبيلتي هنكتشف انه المسؤوليه مشتركه بين الكيان اللي حضرتك رحت معاه علشان يعمل لك حوكمه البيانات عندك وبينك انت كفرد او كيان أو منظمة. هناخد كمان السكيورتي ادفانتج، هناخد المميزات الخاصة بعملية تأمين البيانات وفق النموذج الكبير اللي اسمه الجوفرنس. هناخد بعد كده علشان نقدر نفهم إيه هي الأدوات والوسائل المتاحة ليا علشان أعمل عملية حوكمة للبيانات، فهناخد كتير من التولز. ولكن قبل ما ناخدها ونفهمها لازم نتكلم الأول على الأجر هيراركي، وهنشوف مع بعض إن شاء الله إن في تسلسل هرمي كده أو تسلسل منطقي أثناء تطبيق أو استخدام الوسائل والأدوات ديت. هناخد بعد كده حاجة ممكن تكون حضرتك اشتغلت بيها كتير وسمعت عنها أكتر، ولكن أوعدك إنه في الكورس ده أنت هتاخدها بشكل مختلف تمام. هناخد الأجر بوليسي، وهنقعد نتكلم فيها كتير لدرجة إنه ممكن نتكلم فيها حوالي 4 أو 5 فيديوهات. هنعرفها إيه هي ونشوف مكوناتها وندخل نعملها بإيدينا، وهندخل كمان ننشئها بإيدينا من الصفر، يعني إحنا اللي هنديزاين البوليسي ديت. وهنكتشف مع بعض يا شباب ان البوليسي مش بس بتعمل الا وديناي، لا ده في افكتس تانية كتير هناخدها بتفصيل، وهناخدها بتكويناتها، وهناخدها بسيناريوهات مختلفة، وهناخدها بأمثلة مختلفة. بعد كده هناخد حاجة اشهر كمان او شهيرة زي شهرة البوليسي، وهي الرولز. وهنفهم يعني ايه رول، هناخده وناخد انواعه، وهنكتشف ان في نوعين مش بس نوع واحد، نوعين رئيسيين يعني. وهناخد مكوناته زي ما احنا قلنا، وهناخد مميزاته، وهنقارن بينه وبين البوليسي، هنشوف استخدامات ديت واستخدامات ديت، وايه الفروقات اللي بتكلمني او ايه اللي يخليني ألجأ للبوليسي وملجأش للرول والعكس. وزي ما قعدنا في البوليسي فيديوهات كتير حوالي 4 أو 5 فيديوهات، فاحنا برضو نفس العدد كده هنقعد في الرول، لان احنا برضو هنتكلم بتفصيل شديد جدا. بعد كده هنتكلم عن حاجة شهيرة ولكن للأسف مش مستخدمة كتير، هي البلوبرينت. وهنكتشف مع بعض ان مستخدمينها هم الناس اللي وصلوا لمراحل متقدمه من الخبره العمليه، لذلك هي موجهه في الاساس للاجر اركتكتشر، ولكن احنا هنشتغلها بايدينا وهنتعرف عليها وهنعرف مكوناتها وهنعرف كمان ايه الفرق بينها وبين البوليسي والرول.
بعد كده احنا هناخد السبسكريبشن مانجمنت. وهنشوف ازاي ندير الاشتراك بتاعنا ومين هو الشخص المخول لإدارة الاشتراك ده وايه هي الشروط اللي بتؤهله علشان يمنح صلاحياته للناس اللي حابب انه يخليها هي مسؤولة السبسكريبشن. هنتعرف في الكورس ده كمان على مصطلح شهير جدا ممكن حضرتك تكون سمعت عنه ولكن معلوماتك عنه ممكن تكون قليلة. مصطلح شهير في عالم السكيورتي اسمه الزيرو تراست، وهنكتشف انه الكيانات والشركات بتقول لي انت لازم علشان تبقى امن بنسبة كبيرة ان انت تستخدم الزيرو تراست موديل، لانه هو بيقول لك او بيوجهك لان انت ما تثقش في اي كائن من كان حتى لو كان الكائن ده جزء منك. بعد كده هناخد فيتشر شهيرة مايكروسوفت دايما بتركز عليها في الامتحانات بنسبة تقريبا 20% أو 25%، يعني هتلاقي مثلا لو جالك 50 سؤال في الامتحان فأنت جاي لك على الأقل منهم من 10 ل 15 سؤال فقط على البيم أو البريفليج ايدنتيتي مانجمنت. والبيم يا شباب هو فيتشر رائعة جدا وطول قوية جدا موجهة للانتربرايز كومباني، هناخدها ونشتغل عليها بإيدينا ونتعرف عليها وعلى مكوناتها وعلى مميزاتها، وهنعرف ان هي بتقدم لي مصطلحات تانية او بتحقق لي ممكن اعمل من خلالها مصطلحات زي الجيت والجي اي اي. وهنشوف ايه هو الجيت وهنشوف ايه هي الجي اي اي، وعلشان يبقى محتوانا شامل ومتكامل ومميز هنحاول قدر المستطاع ان احنا نقوم بتحديث الفيديوهات اولا باول، يعني هنضيف فيديوهات جديدة كل ما تستدعي الحاجة أو كل ما يظهر قدامنا موضوع متعلق بالموضوع الرئيسي أو هيضيف إليه. أشوفكم إن شاء الله على خير في أول فيديو من محتوى كورس الـ Azure Enterprise Governance.